الفيديو اللي فات اتكلمنا عن البولكينج، بنيت يا عم عضلاتك، ظبطت دنيتك، الدنيا بقت حلوة، عايز بقى خلاص تبين العضلات دي اكتر، تشيل الدهون اللي انت زدتها وانت بتعمل بولكينج. ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. في ناس كتير لما بتيجي تبدأ تعمل دايت بتقوم جاية قرص على نفسها مرة واحدة، يقول لك انا هقطع الكارب من الاكل بتاعي وهبدأ اخس، وبيبدأ فعلا يخس في الاول، لكن مع المدى البعيد وعلى المدى الطويل بيبدا يتعب في التمرين، اوزانه تقل، يبدا يجوع اكتر، يبدا يلاقي ان كل اللي هو كان بيعمله طول فتره التضخيم او طول فتره البالكنج بيضيع منه، وفي الاخر بيرسم ان هو شكله بعد التنشيف زي شكله قبل التضخيم، وفوق كده كمان بيلاقي نفسه ان هو مش قادر يلتزم بالدايت بتاعه، فبيجي بياكل اكتر، فممكن تلاقيه بدا تضخيم ونسبه دهون 10%، خلص تنشيف ونسبه دهون 13% واتخن وما عندوش عضلات، فالدنيا بتبقى داخله بعضها خالص. طب عشان نعمل الموضوع صح هنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه تدخل على الانترنت تكتب كالوري كالكوليتر، يطلع لك المعادلات او الويب سايت اللي هتحسب لك المينتنس كالوريز بتاعتك. طلع لك المينتنس كالوريز بتاعتك بمنتهى البساطه هتشيل منها 15%. بعد ما تشيل منها 15% يبقى انت بقى عندك السعرات اللي انت عايزها او جسمك محتاجها عشان يبدا ينزل او يبدا يخس. طيب عشان تبدا تخس بشكل مظبوط وعشان تمرينك يفضل مظبوط، انت محتاج السعرات دي تبدا تقسمها لمايكرو نيوترينتس اللي هي بروتين وكارب وفات زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديو بتاع البولكينج. علشان تحسب المايكرو نيوترينتس بتاعتك هرجع اقول تاني نفس النقطه اللي قلتها، خليك دايما عارف ان جرام البروتين فيه 4 كالوريز، جرام الكربوهيدرات فيه 4 كالوريز، جرام الدهون فيه 9 كالوريز. نبدا اول حاجه وهي البروتين. البروتين بيكون عباره عن 2.2 جرام لكل كيلو من وزنك. فلو انت وزنك 70 كيلو تضرب 70 في 2.2 هيطلع لك كام جرام بروتين جسمك محتاجه. هتاخد الكام جرام بروتين دول وتضربهم في 4 وتشيلهم على جنب. الدهون عشان تعرف جسمك عايز دهون قد ايه، دايما الدهون بتكون من 20% ل 30% من السعرات بتاعتك. هتاخد السعرات بتاعتك اللي انت حسبتها في الاول وتضربها في 20 ل 30%. حاول دايما تخليك في النص احسن، اللي هو 25% مثلا. والكلام ده على حسب، لو انت واحد بتحب تاكل كربوهيدرات اكتر هتقلل من الدهون تخليك في اللور اند اللي هو مثلا 20 25%. لو انت بتحب تاكل الدهون اكتر زود الدهون وصلها ل 30% وخد الباقي من الكربوهيدرات. هتاخد النسبه اللي انت عايزها، سواء مثلا خلينا نقول 25% تضربها في السعرات بتاعتك هيطلع لك رقم. الرقم ده هتقسمه على 9، زي ما قلنا جرام الدهون فيه 9 كالوريز. هتاخد الرقم ده هتقسمه على 9، هيبقى عندك انت محتاج كام جرام دهون انت محتاجه في اليوم. يبقى عندك الكربوهيدرات. هتاخد السعرات بتاعتك اللي انت حسبتها في الاول اللي هي المينتنس اللي بعد ما تشيل منها 15% تطرحها من السعرات بتاعه البروتين من السعرات بتاعه الدهون، هيطلع لك رقم. الرقم ده هتقسمه على 4، زي ما قلنا جرام الكارب فيه 4 كالوريز، تقسمه على 4 هيطلع لك كام جرام كربوهيدرات انت محتاجه. طيب تعرف منين ان انت بتخس كويس ولا انت بتخس بالراحه ولا انت بتخس بسرعه؟ في ناس كتير لما بتيجي تبدا تنشيف او تبدا مثلا عايزه تخس تيجي تقول لك يا كوتش انا نزلت في اول اسبوع ده 2 كيلو، انا كنت عايز يبقى الموضوع اسرع من كده. وفي ناس تقول لك انا نزلت في اول اسبوع 2 كيلو، تاني اسبوع كيلو، مش عارف ايه. اول ما بتبدا تنشيف عامه او اول ما بتبدا تعمل دايت جسمك بيبدا ينزل شويه ميه، فوارد جدا انت اول اسبوع تلاقي نفسك بتنزل بشكل كبير. بعد كده الرينج اللي احنا دايما بندور عليه ان احنا ننزله حوالي مثلا نص كيلو لكيلو في الاسبوع، او الرقم ده كبير، الرقم ده مش قليل. فانت لو وصلت للرقم ده ان انت بتنزله في الاسبوع فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا. تتابع الموضوع ازاي او ايه احسن طريقه تتابع بيها الموضوع؟ في ناس مثلا تلاقيها ماشيه في اي وقت في اليوم تقوم جايه داخله واقفه وزنه نفسها على الميزان، تلاقي نفسها مثلا النهارده 80 كيلو بكره 82 كيلو، يقول لك انا وزني بيزيد مش عارفه ايه. ثبت دايما الوقت اللي انت بتوزن فيه نفسك، ونصيحتي اول ما تصحى من النوم الصبح ادخل الحمام اقف على الميزان اوزن نفسك كل يوم، اعمل نفس الكلام ده. لو انت واحد الارقام مش بتجننك، في ناس لما بتقف على الميزان كل يوم بتتهبل، لا، لو انت الارقام عادي بالنسبه لك اعمل كده وخد المتوسط بتاع الاسبوع. لو الموضوع بيجننك خليها ان انت تعمل الموضوع ده كل اسبوع. خلينا نقول انت بتوزن نفسك ووزنك ما بيتغيرش، في عوامل تانية كتير. ممكن المرايه تكون احسن من الوزن على فكره، يعني انت لو بصيت في المرايه وحسيت ان شكلك بيتغير اعرف ان انت بتخس. لو اللبس اللي عندك اللي ما كانش بيدخل فيك او اللي كان ضايق عليك رايح شويه اعرف ان انت بتخس، حتى لو الرقم اللي على الميزان ما بيتغيرش.